السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نجرب معكم واحد ترند اللي في تيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي كيدور بزاف، ديال كرواسون فقط باوراق القرص. كانوا عندي مشوفرين في البيت فقلت لي مالا نجرب هذا الترند هذا ونقول لكم الراي ديالي فيه. فإلا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو، فرجه ممتعه. فاول مكون هو جوج معالق كبار ديال الزبده المذابه، يمكن الاستغناء عنها اللي ما كيبغيش هكا الزبده. جوج بيضات درجه حراره المطبخ. عندنا هنايا ساشي ديال الفاني، وعندنا هنا ملعقه صغيره من خميره الحلويات ما يعادل 4 غرام. عندي ايضا اوراق القرص، كنستعمل هذه الماركه، هذه راه خاليه من الجلوتين كما كتلاحظوا. غادي نحتاجوا تقريبا واحد 6 الوراق ديال القرص. وعندي ملعقه كبيره ونصف من العسل، كتبقى اختياريه، اعوضها فقط بالسكر. وعندي 100 مللتر من الحليب. كنحضروا الخلطه ديالنا، غادي يكون تقريبا شبيهه بالخلطه ديال الكريب، غير هي ما فيهاش الدقيق. يعني كنوضعوا هذاك البيض اللي عندنا، كنزيدوا عليه ديك الزبده. كما قلت لكم الزبده كتبقى اختياريه، انا فقط ضفتها هنايا. وغادي نضيفوا داك الحليب وخميرة الحلويات، وايضا نضيفوا داك الكيس ديال الفاني وملعقه ونصف ديال العسل. انا استعملت هنايا العسل الحر. صافي، هنايا كتخلطوا المكونات جيدا، تكذب لكم هذيك الخميره ما كتبقاش فيها تكتلات. وكتاخذوا واحد الاناء اللي هو شويه متسع لدوك الوراق ديال الروز. هنايا الثلاثه الاولين كنديروا وحده بوحده، وكنحطوا واحد الاناء جانبا باش اي وحده حيدناها كنديروها فيه. كنخليوها حتى كترطب واحد المده ديال واحد الدقيقه، نحسوا بها ارطبت معنا. هذيك الساعه كنوضعوها في الانيه الاخرى وكنكملوا بنفس الطريقه، حتى كنديروا طبقه على طبقه. يعني خصهم يكونوا ثلاثه الوراق على بعضياتهم. صافي، فاش كنكملوا ثلاثه الطبقات كناخذوا قطعه ديال الشوكولاته. انا خديت الشوكولاته بالحليب، هي اللي غتجي احسن. الشوكولاته السوداء المره ما كنظنش ان غيجي المذاق ديالها زوين. وكما كتلاحظوا صافي كلف بحال شي مسمنه بهذا الشكل هذا. انا غندير جوج هاد الخلطه هذه، تقدروا ديروا بها ثلاثه ديال لي كرواسون او شبيه الكرواسون. ما نقولوش حنايا كرواسون 100%، هذا فقط شبيه ديالو. وهنايا كنت دايره الانيه ديال الفرن جانبا، درت جوج. والثانيه غادي نرشها باللوز ايفيلي، كنكون مسخنه ديجا الفران على درجه حراره 180، النار من الاسفل ومن الاعلى، مده طهي من 20 حتى 25 دقيقه. والسيدات اللي عندهم الاير فراير يديروها فيه، راه كتجي اكثر من رائعه في الاير فراير، كتجي احسن وكتجي مقرمشه اكثر. في الفرن ما كتكونش النتيجه بحال ديال الاير فراير. المهم راه السيدات اللي عندهم غادي يفهموني. انا هنايا بعد مرور 25 دقيقه خرجتهم، فعلا كيجيو مقرمشين من الفوق وكينتفخوا. شوفوا كيفاش كيوليو، يعني هذاك البيض اللي كنديرو هكا مع الحليب وكنديرو ديك الخميره كيتفاعلوا هكا كيتنتفخوا، وكيبقاو دوك الطبقات مفرقين. داكشي علاش زعما قالوا بحال الشبيهه ديال الكرواسون في هاد الترند هذا. انا هنايا غادي نحاول نقسمها، انا فضلت هكا السكين ما مقسمهاش ليا مزيان، فانا غادي نقسمها بالمقص يجي احسن. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كتجي من الداخل، واش بصح كتكون فيها ديك القرمشه. بعدا كيف ما لاحظتوا الطبقات كيجيو هكا مفرقين ومفرزين، بحال خدمنا شويه بالعجينه المورقه كما كتلاحظوا، غير هما فقط اوراق ديال القرص. انا هنايا غادي ندوق معكم وسمعوا لي التقرميش. صراحه كتجي مقرمشه وكتجي مورقه من الداخل، هادشي ما اختلفناش فيه. ولكن باش نقول بانها بحال كرواسه اللي كنت ناولو ولا اللي معروفه بلا بفات فريتي، لا. هادي يعني كتجي مناسبه للناس هكا تشهات الحلاوه وداكشي، يعني تقدروا يعني ديروا هاد شبيهات الكرواسه، زوينه ما بيهاش. ولكن هذا هو رايي الصريح فيها. وممكن كون استغنيت على الزبده غتكون القرمشه اكثر، لانني انا اللي ضفت الزبده. وحاجه واحده اخرى، كتبغي تكال يعني سخونه كيتخرجوها من الفرن تناولوها، حيت الا بقات راه كتلوى. نتوما عارفين دوك الورق ديال الروز هكا كيكونوا بحال شويه مبطاطيين. هي الصراحه ورقه الروز كتقلى احسن من اللي كتكون هكا في الفران. كانت هذه نهايه الفيديو، كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. لا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.